يتعاون ليونيل ميسي قائد الأرجنتين مع شركة سوني للترفيه والموسيقى لتطوير سلسلة رسوم متحركة جديدة بعد الفوز بكأس العالم 2022. يصور مسلسل الرسوم المتحركة ميسي كطفل وهو يواجه عقبات خلال السفر عبر لعبة فيديو. هذه السلسلة موجهة للأطفال والمراهقين، وسيضم المسلسل موسيقى أصلية لفنانين وملحنين من شركة سوني للترفيه والموسيقى. عزز ميسي فوز الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، إذ سجل هدفين في المباراة النهائية أمام فرنسا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة والبطولة.